لهذا بدأنا في هذا اليوم الجميل مهرجان أم القيوم 12 الذي يقام هنا تحت رعاية كريمة من قبل سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وتوجيهات أخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وأيضا هنا في أم القيوين يأتي هذا المهرجان بدعم كبير من سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة أم القيوين، وأيضا باهتمام وحضور وإشراف دائم مستمر لهذا الميدان ومتابعة مميزة من سيدي سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد إمارة أم القيوين حفظه الله ورعاه. أيها الإخوة مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، مشاهدينا عبر قناة دبي ريسنج ومستمعينا عبر إذاعة أم القيوين، حيث في هذه اللحظات يتم التكريم، حيث يتواجد سيدي سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد إمارة أم القيوين ولجانب سموه سمو الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلى وعدد كبير من محبي هذه الرياضة. يتفضل الآن سيدي بتتويج السيد علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي أحد الداعمين وأحد رموز سباقات الهجن اللي أيضا يدعم هذا المهرجان بسيارتين، أحد الرموز، وإذا قلت رموز فهو رمز من الرموز الأقوياء. شكرا على المساهمة يا أبو عبد الله، ونتمنى لك التوفيق والصحة والعافية. الآن نستأذن سموه بتتويج الإخوان الفائزين. الشوط الأول ريتاج وحصلت على سيف ولي العهد الأمين، أيضا راعية اللبسة، راعية ميدان اللبسة تعود ملكية لجمال بن سعيد بن سالم الشمطي الاجتبي، وحصلت على سيارة بالإضافة إلى سيف مقدمة من سعادة سيف بن جعفر بن مرخان الاجتبي. هو سعيد بن سالم الشمطي راعي نشلة وجمال راعي ريتاج. وأبناء الكرام في هذه اللحظات يتوج سمو ولي العهد الأمين بسيفه الجميل أيضا ريتاج ومالك ريتاج. تهانينا وألف مبروك والسلام إلى الزبيدة، سلام خاص يا راعي النشلة تستاهل، عد ذكرياتك الجميلة، ألف مبروك. الشوط الثاني كان لهملول وخنجر ذهبي أيضا مقدم من اللجنة المنظمة لهذا الميدان، وفاز هملول لحمد بن عبيد بن مبارك بن عبيد الاجتبي، وبالإضافة إلى سيارة مقدمة من سعادة ناصر بالعوض المنهالي. يتوج الآن حمد بن عبيد بن مبارك بن عبيد الاجتبي، ألف مبروك والسلام إلى أهل العين، أهل العين استحقوا السلامات والتهاني وألف مبروك. الشوط الثالث كان لسويحان مبارك بن سيد بن مبارك المزروعي، وفاز أيضا بسيارة مقدمة من السيد سعيد يابر عبد الله، ألف مبروك. الشوط الرابع كان لشاهين أحمد بن ضعيب بن سيف الشامسي، وأيضا سيارة مقدمة من السيد أحمد سيف الزفين. الشوط الخامس الذيبة، وفازت الذيبة للبكار أيضا لمطر بن حمد بن عصيان المنصوري، والسلام ذهب إلى الوثبة إلى عاصمة الميادين، وسيارة مقدمة من علي بن هزيم المسافري. الشوط السادس فاز فيه غازي لحمد بن عبيد بن مبارك بن عبيد الاجتبي، وسلالة غازي وسلالة المختبر أثبتت بجدارة أيضا، والسيارة مقدمة من عبد الله بن نصيب بن قيطة العامري. الشوط السابع للبكار فازت فيه الغزيل لخليفة بن محمد بن عبد الله بن عاضد المهيري أيضا، وسيارة مقدمة من سعادة خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي، ألف مبروك. الشوط الثامن ذهب لحالول، وسيارة مقدمة من السيد سعيد يابر عبد الله وحالول ملكية لسالب بن دعيفس الوهيبي. السلامات ذهبت أيضا إلى أشقائنا في سلطنة عمان الشقيقة وأيضا إلى الشرقية، ألف مبروك، ألف مبروك لأشقائنا. والشوط التاسع للبكار أيضا ذهب إلى الشهنية لمساعد بن علي بن سالم المنصوري، وسيارة مقدمة من أحمد سيف الزفين.
الشوط العاشر كان المسكت للجعدان لغدير بن خادم بن صالح الزرعي ايضا لسلطنة عمان الشقيقة وسيارة مقدمة من علي بن هزيم المسافري. الف مبروك لاخواننا العمانيين اليوم خذوا نقطتين في هذا الصباح في اول بداية المهرجان. كل الشكر والتقدير لسيدي ولي العهد الامين سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى على تفضله بتكريم الاخوان الفائزين. شكرا ايضا نقول لسمو الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلى احد ايضا اللي دائما يدعم ميدان اللبسة وحضوره واهتمامه. شكرا لجميع المسؤولين. شكرا لاحمد بن خلفان بالشاوي رئيس اللجنة المنظمة وسلطان الخرجي. ايها الاخوة مشاهدين الاعزاء نعود بالميكروفون والكلمة الى الزملاء في عربة النقل.